ان هو هيمشي لا هيقعد، لا هيمشي لا هيقعد، يعني لسه لسه. طيب نروح للاولمبياد الخاصه الدوليه، معايا الاستاذ ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاصه الدوليه معايا على التليفون. استاذ ايمن عبد الوهاب اهلا بحضرتك. يا كابتن ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك، ميرسي جدا يعني. ومنورنا طبعا في قناه الاهلي واهلا بيك. يعني انا معايا خبر، يعني عايز اقول لك الاول تعليق حضرتك على المشاركه المصريه باول كاس العالم للاولمبياد الخاص وبعد كده ندخل في التفاصيل. طبعا يعني قمه التحضر اللي احنا فيها النهارده ان احنا بنشارك الاولمبياد الخاص بصفه عامه، ولكن يمكن المره دي التحضر زياده شويه لان احنا هو لو حضرتك ينفع تغير مكان حضرتك لان الصوت مش واصل بوضوح. الصوت مش واصل يا فندم. ايوه يعني يا ريت حضرتك تقف في مكان او تغير المكان، السيجنال عند حضرتك صعبه شويه. سامعني حضرتك؟ دلوقتي واصله كده تمام، اتفضل. كده تمام؟ اتفضل يا فندم. طيب دلوقتي انا بقول لحضرتك يعني هي مشاركه قمه في الانسانيه سنه طول التحضر كالعاده في الاولمبياد الخاص، ولكن يمكن المره دي هي بزياده شويه لان احنا بنتكلم على مشاركه انسات مصر في كره القدم، ودي يمكن اول مره تشارك انسات في كره القدم على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في حدث عالمي. طبعا الطريق يعني يمكن ابتدينا نستعد له الكلام ده يمكن من سنوات قليله جدا، وصل النهارده وخد المركز الثالث بعد فوزه على دول يعني تتمتع بسمعه جيده في هذا المجال ما شاء الله وزي المكسيك. فيعني احنا بنقول ان الانجاز بكل المقاييس، ويمكن انا بالصدفه معايا دلوقتي في العربيه سياده السفير محمد ابو التاه بالقنصل العام المصري في شيكاغو. يا اهلا بيه. يعني ممكن برضه يعني اقول لكم ازاي دي كانت تم استقبالها من الجانب الامريكي. اكيد طبعا اكيد طبعا. سياده السفير اهلا بحضرتك يا فندم. لا حديك فيكم سياده السفير اهو برضه تعرف منه انطباعه. مساء الخير. مساء